تصعيد الأمور مع جماعة الحوثي والحملة العسكرية التي نتحدث عنها من الولايات المتحدة وبريطانيا، تصعيد قادم في هذه المنطقة، كيف سينعكس على ما يجري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني؟ لأن إسرائيل أيضا تهدد بالقيام بعمل عسكري أيضا تجاه حزب الله بشكل مباشر وبشكل بري. هل تعتقد هذه التطورات في اليمن ممكن أن تبطئ ما يجري مع حزب الله، أم ستشجع بشكل أكبر إسرائيل لنمضي معا ولنقضي على كل أعدائنا في المنطقة؟ أنا أرى بأنني إذا كنت أنا الجنرال نصر الله سأتوخى الحذر تماما، كما قلت لهذا الممثل الحوثي الذي كان يناظرني في قناة عربية أخرى، أشجعه لأن يتوخى الحذر البالغ. يبدو بأنهم لم يقرأوا التاريخ، يبدو بأنهم لم يفهموا جيدا القوة العظمى للولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا ترغب في استخدام هذه القوة ولم تستخدمها على الدوام ولم تنجح على الدوام. الولايات المتحدة لم يحالفها النجاح في أماكن مثلا وفي أفغانستان أيضا بعد انسحابها منها. ولكن إذا رغبت الولايات المتحدة في أن تقهر فصيلا مثل حزب الله أو مثل الحوثيين أو دولة مثل الجمهورية الإسلامية فبوسعها ذلك وستقوم بذلك، وهذه الفصائل يبدو بأنها لا تفقه ذلك. ولكن الولايات المتحدة لا ترغب أن تبلغ هذا المبلغ، لا ترغب في أن تسبب الكثير من القتلى، وترغب من هؤلاء القادة بأن يتخذوا قرارات مغايرة.